طبعا درسنا Computation of Limits وعندي هالمسألتين and a few plug in the first one it will be 0/0. طبعا تقدر تعمل check على الكالكوليتر وتشوف وهذا العدد يساعدنا في التنبؤ بالترم اللي راح نحذفه وهو X عكس الإشارة نصتري. هذا ما نبحث عنه سواء في الدنوميريتر أو في النوميريتر بهذه المسألة مش موجود، لكن if you factor out X يظل عندك X plus 3 وكما ترى ظهر في النوميريتر و 2 common factor كمان بالدنوميريتر أيضا ظهر عندي هون X goes to minus 3 we can eliminate and plug in it will be minus 3/2. أيضا في عندي يا أحبتي هذه الليمت اللي كمان تعطيني 0/0 ولأنها 0/0 ولأنه عندي هذا العدد اللي هون اللي هو زي ما انتم شايفين 3 يساعدني في التنبؤ انه راح نحذف X نقلب الإشارة minus 3 فهي موجودة في الدنوميريتر إذا ما عندنا شيء نفعله بالدنوميريتر كل شغلنا وين في النوميريتر لاحظ هذا يساعدنا حتى في آلية الحل X goes to 3 أنا متأكد أنه هون عندي X minus 3 والترم الثاني طبعا X أو القوس الثاني X plus 2 وعندي هون X minus 3 then eliminate plug in it will be 5 وانتهت هذه المسألة واسمحوا لي أن أعرض عليكم أيضا هذه المسألة راح نتعامل معها في الفيديو القادم وشكرا.